زي ما ربنا حط هالشجرة هون لسبب، حطني على هالأرض لسبب، إنه إحنا الناجحين الوسخين وإنت الفقير الساقط اللي معكاش توكل. أنا متجاي على هالبلد عربي، أنا جاي مالية، بيجي واحد مستقبله زي هالزبالة بيحكي على واحد منجز كل شي بحياته، واللي حواليك راضيين عنك، أمك بتحبك وأبوك بتعاطي عليك وأصحابك ما حدا منهم موعيك لأنه زيك زيهم. يسعد ربكم يا أحلى عالم جلال أبو مويس. والله أنا باجي هون يعني بعد الشغل عشان أحكي مع حالي، يعني قد ما بتشوفوني بحكي على الكاميرا معكم برضو عامل وقت أحكي فيه مع حالي. ليش ما أحكي مع حالي؟ والله باجي بمشي هالمشي هاي طبعا مع الأوزان، لأنه المشي بدون أوزان للنسوان اللي بعمله للإسلام. باجي هي مش بس تعال امشي وتطلع على صحتك واعمل صحتك وبس، يعني هي المشي هذا كله انا بعتبره للنفسية. باجي هون زي بقعد بدوزن راسي، بذكر حالي احلامي طبعا بين الطبيعة، باجي بين الطبيعة وبحكي مع حالي بدوزن هالراس وبفكر باحلامي وطموحاتي. والله عادي مرات وانا ماشي زي هيك طبعا ما فيش حوالي حدا، عادي بقعد احكي مع حالي، يا جلال انت وحش، يا جلال انت هيك، يا جلال انت هيك، بحمس حالي. ليش لا؟ عادي حمس حالك، يعني انت بتسمح لحالك تحكي مع حالك بالسلبية، بس اذا بدك تيجي تقعد تحمس حالك بين حالك يعني وحالك بين نفسك وحالك بتصير تحكي وانا مجنون؟ ايه انا احكي بالايجابي مع حالي وانا احكي مع حالي انا مجنون؟ بس انسكت وصفنت كل افكارك سلبية، تتذكر كل شيء عاطل حدا حكى لك اياه، تحكي عن حالك بالعاطل، ما بتخلي لحالك، وهذا عادي، هذا مو جنان، بس انك تقعد وتصفن وتحكي لو بدك صوتك يطلع وتحمس حالك وتحكي لحالك بالإيجابية تعتبر حالك مجنون. مين المجنون؟ أنا ولا أنت؟ عادي ماشي بهالطبيعة وبضل أذكر حالي زي ما ربنا خلق هالشجر وخلق هالطبيعة حيخلق نجاح من حياتي. زي ما ربنا حط هالشجرة هون لسبب، حطني على هالأرض لسبب، سبب هالشجرة تكبر. ربنا ما خلقها بس عشان تموت، رح تكبر قبل ما تموت إن ربك راد وعطاها حياة كاملة. فزي ما ربنا عمل هيك مع الشجرة، زي ما ربنا حط كل إشي أنت شايفه بهالطبيعة لسبب، أنا مآمن إنه ربنا حطني على هالأرض لسبب. السبب أنا اللي مقتنع فيه، طبعا ما بصير إلا اللي ربك رايده، بس اللي أنا مقتنع فيه إنه الله خلقني لسبب واحد، أعمر على هالأرض، أكون زلمة قائد في عيلتي، أغنى واحد بالعيلة وأغنى وأنجح واحد طلع من بلدي وأرفع راس البلد وناس البلد، وغير هيك أنا ما بفهم، أنا غير هيك ما بفهم. مش حاطط بأحلامي طموحاتي والاشياء اللي بحكيها بيني وبين حالي اي اشي سلبي، ما عندي افكار سلبية، يعني الا ما الواحد مرات بيجي على راسه اشي سلبي بس عطول بغيره، عطول بغيره، بتعب على حالي وعلى تفكيري وبتعب على فكرة كيف اضل اقدر اتحكم في راسي ومخي لما اجي امشي هالمشي هاي بين هالطبيعة وبين هالاحراش بيني وبين حالي. سببها واحد، انا هون لسبب واحد، ما بدي اكون حوالين الناس، بدي اكون حوالين جلال ابو مويس وبس. زي ما انا قاعد بحمس في العالم بحمس حالي، وعادي عادي جدا. تعرف كم واحد ممكن يسمع الفيديو يقول لك هذا مجنون؟ انا بقول لك كيف تحسب الجنان والفشل، اطلع على النتائج، النتائج ما بتكذب، النتائج ما بتكذب، والارقام هي الحقيقه. الساقط اللي بيحكي عني مجنون ولا فاشل ولا ابصر ماله هذا وبصرخ بالفيديو، شوف شو نتائج اللي بيعمله بحياته وشوف النتائج اللي بحياتي، بعدين احكم. اذا فريقين طاب لعبوا مباراه مع بعض، واحد جاب 5 جوال، واحد 2 اللي لعبوا 2 يمكن كانوا ارتب من اللي جابوا 5، يمكن اشكالهم كانت احسن او افضل للي قاعدين بيحضروهم، شو بهم؟ شو بهم الناتج؟ مين جاب جوال اكثر؟ لا هو مهم انه مين كان يلعب ولا شكل اللي بيلعب ولا اشي، قد ما بهم شو النتيجه. فلما انت تيجي تطلع على حياتك وبدك حدا تتعلم منه وحدا تستفيد منه، فكر في شغله واحده، هل هالبني ادم اللي انا قاعد بحضره وبطلع له في بحياته النتائج اللي انا بعتبرها نتائج فوز؟ قبل ما اجي احكي هالانسان مجنون او احكي عنه بالعاطل، لانه يمكن مسرح حياته مختلف عن اللي انا بعرفه، فاول اشي كدفاع عن النفس شو بتحكي؟ انه هالبني ادم غلط، او هالبني ادم فاشل، او هالبني ادم ماشي غيرنا. بس اللهم انه هي احنا مو متعودين
على المجرى هاد. احنا مو متعودين، زي لما انا طلعت من الاردن واجيت على امريكا فكروا لي بيها. طب انا كل شيء كنت اشوفه اول شيء يخطر على بالي انه غلط، كل شيء بيعملوه غلط، بس هي مش انه اللي بيعملوه غلط، هي فكره انه اللي بيعملوه انا مو متعود عليه. فبدل ما يعني اجي احكي انه هم اضل احكي على كل شيء بيعملوه غلط، طبعا في اشياء اكيد بيعملوها غلط، في عقل يحكم الغلط غلط، مثلا نص الشعب او كل هالشعب بسكر والشرب عنده حلال. يعني اذا انا عندي عقل لحالي بعرف انه انا السكر والشرب هذا هاي العربده مو الي، انا متجاي على هالبلد عربد، انا جاي مليان، بس مثلا هاد بحطه على جنب ما بدي اتعلمه. بس باجي بطلع على الاشياء اللي بيعملوها اللي ممكن انا اتعلم منها، اللي انا ما بعرفها وما لازم احكي عنها غلط، لازم انا اتعلمها. زي فكره المصاري، الفكره عن المصاري، عن الفكره عن جمع الاموال اذا بدك اياها بالفصحى. يعني عندنا فكره لما يعني اول فكره بتيجي على راسنا لما نفكر في الاغنياء بمجتمعاتنا، يا منفكر انه نصب، نهب، عمل، سرق، خطف، المهم يا اشي يا ضد القانون يا اشي حرام، هو على اغلب نفس الاشي بعض الاحيان. بس انا طلعت يعني هذا الفكر اللي طلعت منه لما كان يجي على راسي واحد غني انه هيك فكره انه هذا البني ادم غني قال في شيء غلط، سارق، ناهب، غسيل اموال، هاد بايع ارض في فلسطين، هاد ساقط، هاد شو بدك فيه؟ ليش؟ عشان ابرر فشلي، باجي بحكي هاد ساقط وانا مستقبلي زي هالحاويه، زي هالزباله، تفهم؟ بيجي واحد مستقبله زي هالزباله، بيحكي على واحد منجز كل شيء بحياته، مساعد اهله وشاري لاهله بيت وعامل ومسوي وباني شركه وعامل ومش مخلي شيء اسمه نجاح اللي عامله، بيجيك واحد مصرمج، مش عامل ولا شيء في دنيته زي هالزبالة، بيجي بقول لك انه ايش هاد غسيل اموال هاي اساس. ولكم بتعرفوا ايش سمعت عني؟ سمعت عن حالي غسيل اموال من بين هالشعب، سمعت انه متجوز ومطلق وابو مرتي معاه مصاري وانا وارث، عمري ما تجوزت انا ولا عندي اولاد يعني. طبعا سمعت عن حالي عندي ثلاث اولاد بعرفش فيها، فيش شيء غلط اللي سمعته عنه. ليش؟ تعرف هذا المثل اللي بقول لك اللي ما يطول العنب يقول عنه حامض، يا محمض يا مصرمج، بتلاقيه مش قادر يستوعب فكره انه جلال عداه، مش قادر يستوعب فكره انه جلال عده عن المحل الساقط اللي انت فيه. انت محل ما انت انولدت على الصفر، انت راجع لورا، تيجي بتشوف حدا عامل اكثر منك شو بتقول؟ سارق، غسيل اموال. انت مو قاعد تحكي علي، انت ما بتاثر فيي ولا بغير اللي ناجح وعامل اللي انت بتحكي عليه، انت بتاثرش فينا احنا الناجحين. انت قاعد بتبرر فشلك لنفسك، انت قاعد تقنع حالك انه احنا اللي نجحنا عملنا اشي غلط لنوصل، ولذلك انت هيك قاعد تقنع حالك انه عادي اضل زي ما انا فاشل، لانه هاد معناته انا انسان نظيف، انه احنا الناجحين الوسخين وانت الفقير الساقط اللي معكاش توكل، بتبرر فشلك بانه اللي ناجح ساقط فاشل ببيع حاله غسيل اموال ولا سارق ولا بايع ولا وارث. يعني انت فكر فيها، وهو مش موضوع جلال ابو مويس، هو الموضوع هسه جلال ابو مويس، لانه يمكن انا اكثر واحد طالع على السوشيال ميديا بيحكي بالطلاقه هاي، بحكي اللي بدي اياه، اللي بدي اياه بحكيه، تفرقش عندي. ليش؟ لانه واثق من حالي، نجاحي ما حدا بيقدر يحكي فيه، لا هو حرام ولا هو ضد القانون، ومثبت. يعني ما عندي شيء مخبيه، انا قبل ما اطلع على الناس بهالعلن عارف ما عندي شيء اخبيه، عشان هيك طلعت بعين قوي، لانه انا عارف انه حعصب وحزعل ناس كثير ساقطه، وعارف انه الناس حتصير تدور وراي، وعارف انه عادي، لانه عارف انه نجاحي حقيقي، فش عندي هبل. فبدل ما تبرر فشلك وهبلك وقلة قيمتك وسقاطتك وحياتك الناقصة اللي انت ما طلعت منها بإشي، بإنك تحكي الناجح غيرك، مش بس جلال وغيره، بدل ما تحكي علينا بالعاطل وتبرر فشلك بتحكي انه هدول حرامية، عيد حساباتك، لانه هدف الفيديو هذا تحفيزك. انا مو فارقة عندي انه مثلا اقلل من قيمتك. طب ممكن تحكي، طب اذا هدفك مو تقلل من قيمتنا ليش بتحكي معنا هيك؟ لانه بدي استفزك. طول حياتك عايش بالسقاطة والهمال اللي انت فيها، واللي حواليك راضيين عنك، امك بتحبك وابوك بطاطي عليك واصحابك ما حدا منهم موعيك لانه زيك زيهم، فهم مش حاسين انك يعني غلط لانهم هم زيك، هم بنفس بؤرة الفساد اللي انت فيها، يعني معديين مش حاسين بالوجع. فجلال هدفه يصحيك، لانه انا مو في بؤرة الفساد اللي انت فيها، انا مش معدي ولا راح اكون معدي، انا هدفي واحد، اوعي هالشعب، اصحي هالعالم، وبكفي
يكفي. ولكو ذبحتوا بعض، ذبحتوا بعض، حكي على بعض ونميمة وفيش اشي غلط الا مطلعينه كسمعة على بعض. ليش؟ ليش؟ ولكو تفهموا علينا، افهموا علي شو بحكي، انا وياكم مع بعض واحنا مع بعض على الغريب، فاهم؟ احنا شو خلينا للغريب يعمل فينا؟ احنا ما خلينا، احنا سبينا بعض، طلعنا على بعض حكي، وكل ما حدا فينا بده يحاول يطلع بنحكي عليه بالسلبي، وبنطفسه، وبنطفسه، لانه انت ما عندك ثقة بنفسك انك تعمل اللي هلا بتطفسه قاعد بيعمله. انت شو تركت للغريب؟ ولك شو تركت للصهيوني يعمل فينا؟ شو تركت؟ هذاك بنزل صواريخ وانت بتنزل في مستقبل اللي جنبك، عيب عيب. بتشوف واحد عربي ابن بلدك ابن دينك، ادعمه. لو انك مش فاهم كيف بيعمل اللي بيعمله ادعمه، ليش لا؟ وبعدين بدك تفهم شغله، كل ما زاد عدد النجاح اللي حواليك بدك تفهم فرصه انه انت تنجح بتصير اكبر، بتصير اعلى، لانه اذا اللي حواليك 10 كلهم فشله يعني فرصه انك تنجح بتصير صعبه، بس اذا حواليك مثلا 10 و7 منهم ناجحين يعني انت قد ما حتطلع وتقعد معهم وتسوي الا ما تاخذ لك فكره من واحد، الا ما حدا يعني يلهمك تعمل يلهمك تسوي. انا بنبسط لما اشوف اللي حوالي ناجحين، والله عندي اصحاب يعني ما شاء الله الله يحميهم بيعملوا مصاري ما بتاكلها النيران، واحد بيعمل بال10 و15 مليون دولار بالشهر، فكر بحسده ولا بحكي عليه بالسلبي؟ لا بفهمش اللي بيعمله كمان، بس مبسوط له انه في واحد بقدر ارن عليه شخصيا هسه بيعمل مصاري بالارقام هاي. ترى فعليا انا بالنسبه لهي اشاره من ربنا، يا جلع بدي احط هالبني ادم اللي بيعمل 10 مليون بالشهر بحياتك ويصير صاحبك. ليش؟ هاي اشاره مني انه بيوم انت حتعمل 10 مليون بالشهر، وانا مصدق حعمل. ليه ما اعمل؟ طبعا حعمل، زي ما هو عمل انا حعمل، وزي ما ربنا اعطاه ربنا حيعطيني. هيني بشتغل وبتعب وانسان نظيف واهلي بموتوا علي مش بزراضين علي، تبعون هدول جماعه اللي كل ما حدا بيساله كيف نجحت بقول لك رضا الوالدين، اهلي راضين عني. مشترك تعرف شو ضايل هسا؟ بس موضوع تعب، انجاز، استمرارية، تعاملك مع الضغط النفسي، الاسترس، كل اشي تتعامل معاه بكأنه ولا اشي عادي، وزن زي هالوزن اللي حامله وطالع ماشي فيه مش فارقة عندي، بستمر، كل ما حملته وقمت كزلمي كل ما هالوزن بطل إله معنى عندي، بطل إله قيمة عندي، لأنه قد ما شلت ومشيت زي الزلمة، يعني هاي أول مرة لبستها كانت ثقيلة، طبعا هاي يمكن وزنها 30 كيلو، بمشي فيها، زي ما أنا هسا ماشي فيها، وقد إيه اللي بمسكها إنه بحملها بطلع فيها، هسا تعودت، سهلة جدا، بقدر أعمل فيها شو ما بدي، بطلت أحس فيها، وهذا هو اللي بيجي، هذا التعب والفشل والوقعات اللي بتيجي مع النجاح، كل ما وقفت إن لا سمح الله انعادت هالوقعة، ما بتحس فيها زي أول مرة، وبتضلك تصير أقوى، ليش؟ لأنه هاي نتيجة الاستمرارية. كل ما استمريت كل ما قويت، بس تضلك واحد ناقص ضعيف على اول خبطة راس توقع بتنخ بتصير تعيط بدك مين يطبطب عليك وخلص استسلمت. انت عمرك ما راح تكون قوي زي جلال ابو مويس وغيره كتير، طبعا انا لا اول ولا اخر واحد بعيد لك اياها. هدف جلال ابو مويس يوعيك ويصحي هالعالم من هالسقاطة اللي هي فيها، وانت هي وبسرعة نية. Let's do this. خلص نروح نفطر.